contributo alla nostra fondazione per l'aiuto alle popolazioni più povere. ليلة صافية رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه شيء غير عادي يا جماعة. بداية أحداث اللقاء، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. يلعبها طويلة، فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. زامبونغويزا، بينية رائعة، تمريرة جميلة تخترق الدفاع، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطراً على فريقه. يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح، الآن بدور رافائيلياو، تسديدة ثانية هنا، جول للميلان. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. كرونيتش، لمسة على اليسار، زامبونغويزا يحاول أن يلعب كرة بينية، لمسة بينية، أوزمين، يا إلهي كرة كانت قريبة جدا. أوزمين أكيد يندب حظه على ضياع هذه التسديدة، القائم حرم من التسجيل في هذه الفرصة. نابولي يحصل على الركنية الأولى في المباراة. والكرة تجاوزت الخط هنا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعبها إلى منطقة الجزاء. الكرة ملعوبة من مسافة. إمكانية مرتدة الآن. أوليفييه جيرو. وصلت إليه. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. كرة طولية من الحارس، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. بطاقة صفراء كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل عنيف.
تسديدة لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا، أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه. كانت فرصة سانحة للتسجيل. دي لورينزو، زيلينسكي، تمريرة بينية تبدو خطيرة، ينجح في إبعاد الكرة. كالابريا، ماريو روي على تنفيذ الخطأ، بطاقة صفراء مستحقة. Ci saranno tre minuti di recupero. Politano. Zambonguesa. ممتاز في التمرير. يقطع. وها هي نهاية الشوط الأول. مسألة ربما ليست في تغيير لاعبين، وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. Signore e signori, chiunque abbia parcheggiato l'auto sulla strada all'esterno dello stadio è pregato di rimuoverla. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. نابولي يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. عدت الكرة ورمي التماس. تونالي، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. تونالي لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. عند المساحة الخالية على الطرف. شوف المتعة والفن والامتاع بالكرة. اعتقد ان اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. فرصة سانحة للتسديد، تسديدة من جيرو. زامبونغويزا يلعب كرة على اليسار، يتقدم بقوة بدنية كبيرة. دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. رافائيل لياو، كرة من جهة اليمين، مساحة خالية على الجانب. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. كرة طولية إلى الأمام. رافائيل لياو، دي لورينزو يهرب في الجهة اليمنى، لمن هذه الكرة يا ترى؟ كاير، كرونيتش، بن ناصر، كرة إلى الأمام، كرة مقطوعة. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. زامبونغويزا يلعبها على اليمين. نابولي يحاول بقوة أن يعود في النتيجة. ليس لديهم ما يخسروه في هذه اللحظات. الهجوم ولا بديل عن الهجوم هو الطريق الوحيد من أجل الحصول على نتيجة جيدة. فرصة خطيرة جدا للتسديد، بإمكانه إبعاد الكرة. Ci saranno tre minuti di recupero. Zielinski. Bainia Jamila.
يسيطر على الكرة، يلعبها في المساحة. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية، يوم للنسيان. مباراة كانت متأرجحة بين الفريقين، مباراة كانت تحتاج إلى شوية حظ، كرة عاندتهم في بعض الأوقات. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. تلك هي نهاية البث اليوم، كان بصحبتكم فادي العتيبي، وإلى اللقاء.